السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن عمل واحد يحقق لك كل ما تريد ويحقق لك ما لا تتخيله. أنا الحقيقة سأخبرك بهذا العمل الذي هو عمل سهل جدا وعمل بسيط جدا، ولكن النتائج ستكون مذهلة بشكل لا يصدق ولا يتصور. هذا العمل أكثر من طبقه هو النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. سأتأمل معك أولاً هذه الكلمات الرائعة، وهي كلمات قليلة تغير حياتك إذا طبقتها، إذا فهمتها أولاً. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي عن الله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى: انظر كم كلمة، أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بخمس كلمات، ولكن تلخص لك كل شيء. ما معنى أن الله يقول لي ولك أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني إنسان يظن أن الله قادر أن يرزقه، معنى ذلك أن الله بالفعل سيرزقه. إنسان يظن أن الله قادر أن يكشف عنه هذا الضر، بالفعل الله سيكشف عنه هذا الضر. طيب إنسان يظن أن الله لا يغفر له، فعلا لا يغفر له. لاحظ أخي الحبيب، أنا عند ظن عبدي بي. هذه القضية لماذا هي قضية مهمة معظمنا يغفل عنها، ينساها أو يتناساها؟ لأنها تحدد كل أعمالك التي تقوم بها. أحدنا عندما يتعرض لمشكلة على الفور يلجأ للبشر، هذا الوضع الطبيعي غالبا إلا ما رحم ربي، بينما المؤمن، هذا الإنسان العادي، المؤمن مباشرة يتذكر كلام الله عز وجل له: أنا عند ظن عبدي بي، والله أنا أظن أن الله قادر وبلمح البصر أن يكشف عني هذا الشر أو يحل لي هذه المشكلة. ويجب أن تظن ظنا راسخا يقينيا ليس فيه احتمالات، يعني الله سيكشف عني هذا الضر بنسبة 100%. ثم بعد ذلك أنتظر أن يهيئ الله لي الأسباب. ولكن هنا ملمح مهم، أن الله عز وجل يختبر صدق ظنك به. نحن أحيانا نتصل بشخص فلا يرد لسبب ما، فنسيء الظن به، نقول والله لم يرد لأنه لا يريد أن يقدم لنا هذه الخدمة، فهذا إنسان سيء، ونبدأ بالحديث عنه بسوء. بعد ذلك ربما يتضح أنه مريض أو أن لديه مشكلة، يعني يتضح أننا أسأنا الظن به. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني أنا أجتنب الظن السيء حتى لو كان هناك احتمال 1% أن هذا الرجل لا يريد أن يقدم لي هذه المساعدة، أجتنب الظن كله لأتجنب هذه 1%، فألتمس له عذرا وأحسن الظن به وبالناس، لأن هذا أفضل لك 1000 مرة من أن تسيء الظن بالناس. يعني إنسان يعتقد أنه في بيئة تكذب وتسرق تمكر به وتريد له الشر، طب هذا حياته صعبة جدا مستحيلة. نحن نحتاج أن نحسن الظن بالناس حتى لو كان سيئا، لأن السوء الذي يرتكبه هو على نفسه هو، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، هو يسيء لنفسه وليس لي. إنسان يتحدث عني بسوء هو يأخذ سيئاتي، هو يسيء لنفسه. إنسان سرقني، هذا يسيء لنفسه، لأنه من أين سيأتي بهذه المسروقات يوم القيامة؟ هذه ستتحول إلى حسنات في رصيدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنسان شتمني أو أساء لي بأي تصرف، الله هو الذي يدافع عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هو أخذ وزر عمله، أخذ سيئات عمله، فهو الخاسر ولست أنا. لذلك نحن بحاجة أن نحسن الظن بالناس أيها الأحبة، وبحاجة أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إحسان الظن بالله ما هي فوائده؟ سأعدد لك عددا هائلا من الفوائد. أول شيء
أنا عندما أعتقد أن الله عز وجل هو كما أظن أنه رزاق، فأنا أطمئن. إذا ضاق رزقي أطمئن، سأقول لابد أن هذا الضيق وراءه فرج، وراءه خير، فيه حكمة، لأن الله لن ينساني ولا يتخلى عني. أنا عندما أظن أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر لي ذنوبي، فمهما عملت من أخطاء هناك إله غفار، هو الذي قال لي ولك ولكل الناس: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار صيغة مبالغة، كثير المغفرة. عندما تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراك ويسمعك، إذن لا تستطيع أن تعصي الله سبحانه وتعالى، تقل نسبة المعصية في حياتك. أنا الآن في مكان، إذا كان هناك كاميرا تسجل كل ما أفعله، لا أستطيع أن أفعل فعل أندم عليه أو فعل خاطئ. طب كيف إذا علمت أن الله معي يراني ويسمعني، بل ويعلم ما في قلبي؟ فأنت عندما تظن أن الله يراك ويسمعك، هذه أقوى طريقة للبعد عن المعصية، ستستحي من الله سبحانه وتعالى. عندما تظن أن الله هو المتحكم في الكون، هو الذي يسير كل شيء، هو المهيمن سبحانه وتعالى، هو القيوم على شؤون عباده، على شؤون الكون، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل لحظة. فإذا هذا الإله العظيم لا يمكن أن ينساني، ولا يمكن أن يغفل عني، ولا يمكن أن أدعوه فلا يستجيب لي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أخي الحبيب، هنا أنا أود أن أقول لك فوائد حسن الظن بالله تعالى لا تحصى في كل شيء. أنت عندما تظن أن الله يغفر لك ويرحمك ويرزقك ويحفظك من الشر، هذا الإحساس له ثمن عظيم لا يمكن أن تحصل عليه حتى لو امتلكت كنوز الدنيا. ولكن هذا الإحساس يحتاج إلى حسن ظن بالله، أن تقول فعلا هذا الخالق العظيم الذي خلقني ورزقني وأعطاني السمع والبصر وأعطاني القوة وأعطاني الصحة، هذا الإله العظيم لا يمكن أن ينساني أبدا. هذا الإحساس أخي الحبيب مهم جدا، يقوم سلوكك بالكامل، يجعلك لا تغضب لأتفه سبب. أحدنا اليوم يغضب وينفعل لأسباب تافهة، فيؤذي نفسه ويؤذي قلبه ويدمر نظامه المناعي بهذا الغضب الذي لا فائدة منه، فقط ضرر. فعندما تشعر أن الله لا ينساك سبحانه وتعالى، تشعر بشيء من الأنس، وتشعر بالاطمئنان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخيرا أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء: العمل الذي سيغير حياتك، يغير مشاعرك، يغير التفاؤل لديك من مشاعر سلبية إلى مشاعر إيجابية، هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل نكون من الذين يحسنون الظن بالله عز وجل، وبخاصة في مغفرة الذنوب، لأن الإنسان عندما يطلب مغفرة الذنب من الله والله يرضى عنه ويغفر ذنبه، سيهيئ له الكون كله لخدمته، وبالتالي يفتح له أبواب السعادة وأبواب الحياة المطمئنة التي قال الله عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.